الادرينالين طلع يا اخويا يا اخويا. Over the past 2 years, I learned a lot while traveling. I was so curious and hungry to know more about every culture in this world. During my last trip, I received an email from a company called Paltel. They asked me to choose 2 new countries to go to and film something dope. 2 new countries. Wow. It sounds easy to pick up, but it's not. لقيت البلد الأول، أرواحوا معي. هذه كانت مدينة قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة. وبعدها نقلنا إلى مدينة أخرى جدا رائعة. مرحبا بكم الخوا، معكم خوبي في فيديو جديد. من وين؟ تبان شفشاون صح؟ لا مش شفشاون، تبان سانتوريني. لا روح تلو معنا. واش باك؟ راني في عنابه صحايبي، ما عرفتنيش انت مهبوله. راني في بونا صحايبي، بلاد البنه والرطابه. عنابه زينه المليحه، سميها واش تحب. البلاصه اللي راني فيها دركا اسمها لا بلاص دار. انا ايه صحايبي، راني ديما ماكسيليري يغني وخلاص الراب. هاد البلاصه هو اللي خرج منها الراب الجزائري بكري. ديما هنا لي فون الهيب هوب في الجزائر، ستيل كاس الراب. كنت صغير كنت نسمع وقتي كاسات ندير والك مانكا ونحسر وحنا حنا هما. ريكوري تكسال حياتو كاملة رايحة كونجي. هذا الحي اللي راني فيه هو من أقدم الأحياء الشعبية هنا في عنابة، واللي اسمه لابلاس دار. بدات الكارتي هذا واش داروا؟ كان بكري ما كانش هاد الصبيغة، خلاص حكموا اليد في اليد، صبغوه ورشعوه.
عالمي عالمي. أروح تشوفوا بلاصة أخرى. مرحبا بكم في عندما سألقنا بكم باتوا ولا تسروا ولا تروحوا ولا كما تحبوا. هذا سميوه الهندي الموس من عنده مش من عنده. الخوادي اللي وراي هنا تشوفوا فيها يحرقوا فيها الريسان يشوطوه، فالناس هنا وش دير يتلموا كامل يجيبوا الريسان اللي يذبحوهم تاع الكباش ويحطوهم يتشوطوه هنا فوق النار هذه، يحطوا الحطب من الداخل وتشم ريحة البوزلوف. والله إلى ريحة البلاد صح صح. بلادي هي الجزائر وعليهم كما راكم تشوفوا معايا هنا الديار قديمه جدا. تلقاو هنا الجيران ساكنين في بيت ولا زوج بيوت وقت بكري. شوف دار واحده ساكنين فيها واحد 10 عائلات، فيها غرفه ولا اثنين فقط. الحياة الشعبية عندنا هنا هذا هو الطابع تاعها، تلقى مضيقه لكن القلوب واسعه. والله ما نسيت عني بالغالي سنطينه وسطيف العالي باليدين رها في قلبي. اليوم رانا هذه اسمها كنيسة سان أوغستان، هذاك موجودة في مكان عالي في عنابة وين تقدر تشوفها من كل الجهات. هذه الكنيسة تبنات باكري فحبينا نزورها ونعطيوها لكم من الداخل كيفاش مدايرة، فلقيناها مغلوقة. وهذا واحد من الأماكن اللي لازمكم تجيوها لما تزوروا مدينة عنابة. نروحوا لمكان واحد آخر. دقيقة نسيت ما عرفت مش مع الناس اللي راهم معايا وليدات عنابة. خويا سليم ايبي مرحبا بك، مفرع عنا في عنابة بك يعيشك اصحابي. وش بك انا بيان سير اصحابي عجبتني كيف ما عجبتناش ها يودي كون نقول لك ما عجبتنيش تضربني ولا شنو. قولي وليدي تغني راه يو تاع باس على شارج بريك كانت بيزار سيتي لو باس على شارج بريك. خويا رانا هنا في عنابة معنا شفتك لي ربي وعندهم هذاك الفلو هذاك ودي في عنابة. ان شاء الله يكون فيديو بنا ديروا سبسكرايب ما قلتلهمش ديروا سبسكرايب. شوفوا اللي ما يدير سبسكرايب دوك يتحرق له البيسي. بزر 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 دير بوز روح دير سبسكرايب سبسكرايب ابوني شغل جرس. مدينة عنابة او هيبون الاثرية والتي تعتبر من اهم واقدم مدن شمال افريقيا، نشأت ومرت عليها الكثير من الحضارة منها الفينيقية واليونانية والرومانية ثم العربية الاسلامية. ودوكا راهو رايا البور ميناء تاع مدينة عنب، يعتبر من اكبر الموانئ اللي هنا في الجزائر وعنده موقع استراتيجي كبير. فهذا الميناء يعتبر رئة اقتصاد الجزائر، تلقاو الحاويات بزاف، السلعة كل اللي تجي من الخارج تقريبا تدخل هنا ولا في ميناء الجزائر العاصمة. نروحوا لمكان واحد اخر. خو جينا واحد البلاصة هنايا مش نورمال. كاين صقر لهيه. مدينة عنابة معروفة انه عندها شريط ساحلي جميل جدا، فيها واحد الشواطئ مش نورمال. حنا خرجنا من المدينة ورانديكم واحد البلاصة تشوفوا معنا غروب شمس. مانيفيكوس. ليتس جو. جميل صح؟ بس خلينا نرجع دقائق قبل ونشوفوا كيفاش وصلنا لهذا المكان. هاي سبيكارا فيكم هاي سبايبي وينك وش بيه؟ مش نيجيت درك يوي دخيار دخيار عبالك يوي يوي. خوا بعد محاولات عديدة وتشوكنا شوف اوكي الخوا دوكا وصلنا للصح، وصلنا للمكان اللي حكيت لكم عليه واللي راه نفاجئكم به. كثير من الناس راهم يحسبوا انه الجزائر كلها صحراء، فلما انا نتلاقى ناس برا نقول لهم ام فروم الجزائر يقول لي واي يو ار نوت بلاك مين
الجزائر فيها تنوع جغرافي وديموغرافي وسكاني والواني كبير. ففي الشمال تلقى الناس عندهم اختلاط في البشره، تلقى الابيض تلقى الاسمر، كل ما تنزل تحت الصحراء تلقى توارق وكل شيء. فانا الان جيت واحد المكان سانتوريني، شفتوا سانتوريني هذيك؟ ما كان والو ولا شيء، وراح تشوفوا معايا حاجه غير عاديه. لازمكم تجيوها هنايا وتجيوها وقت السانسيت، هذا افضل مكان تفرجوا فيه السانسيت. هاكو تشوفوا في الخضوره في البيوضه، ما رانيش في سانتوريني خالص، راني في بلاصه اسمها موجود في مدينة سيرايدي بعنابة. لازم لكم تجيوه كيما راكم تشوفوا ستايل تاعو قاعد كيما سانتوريني. فنادق هذوك اللي في اليونان انا شفتهم بعيني وزدت شفت هذا، قنعت باللي صح هذا فندق يستاهل انكم تجيوليه. الليلة فيه الوحدة ب 5000 دينار جزائري الغرفة للشخص وشخصين، حوالي علي شحال في الصورة هنايا اسعار. المفروض تقدروا تحجزوه البوكينغ، وبالمناسبة فيه رابط لتحت البوكينغ لما تحجزوه فيه في اي اوتيل في العالم يعطيكم تخفيض، اضغطوا عليه هو والاير بي ان بي مع بعض. ان شاء الله يكون عجبكم هذا المكان وتجيو ليه مره اخرى. باش يقولوا خبيب يعرف يقولوا لي بلي زيتو اش نفرحنا ثاني، نقول راني ندير فيه خدمه مليحه. انتظرونا فيديوهات الجايين، فيديوهات مش نورمال. ما تنساوش بارطاجيو، ديروا شير لهذا الفيديو مع اصدقائكم، وتنزيدو نتلاقاو في الفيديو الجاي. هيا تهلاو في رواحكم. سيس ما قلت لكمش تشكميو.